فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي الصلاة خلف الإمام؟ نعم. هل يجوز لي أن أصلي خلف الإمام وأنا وحدي في مصلى النساء؟ أعيد السؤال. هل يجوز لي أن أصلي خلف الإمام وأنا وحدي في مصلى النساء؟ يعني في المسجد ما لا بأس، إذا كانت في المسجد لا بأس، لأن المرأة يجوز أن تصلي وحدها خلف الصف، هذا خاص بالمرأة يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قنوت رمضان، لقول أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم لما زارهم في بيتهم صلاة نافلة، صلى وقام أنس ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أم سليم أمه صلت خلفهم وحدها، والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على جواز أن المرأة تصلي وحدها خلف الصف حفاظا على أنها عورة وفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة، هذا مما يدل دلالة واضحة على تحريم الاختلاط، إذا كان في الصلاة ما يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال تصلي خلفهم، فكيف تختلط بهم في الحفلات وفي المكاتب وفي الأسواق؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.